فوق ال 65 مليون فلسطيني. يعني هالامور هي الارقام والتفاصيل اللي بتبتعد عنه، انه هذا بالحياة الواقع ما يقدم شيء. انا بيهمني انت مقاربتك، تشخيصك التفريقي، قدرة الملمحات، يعني قراءتك للملمحات معينة جوابك دلك على الجواب، معرفة الاستطبابات المعينة لبعض الأدوية، معرفة المضاد الاستطباب لبعض الأدوية، معرفة يعني العلاج الطارئ أو العلاج الأنسب، يعني أو التشخيص الأنسب. فيعني هالأمور هي نحن بنهمنا. هلا طبيعة الأسئلة حتكون يعني نفس، ما حيتغير شيء عن امتحانات الداخلية أو امتحانات بسموها التخرج. هي أسئلة بتكون سريرية بس يعني ما بتكون كبيرة، وبتعتمد على فهمكم العام للمادة إن شاء الله. فإحنا هلأ كانت الهدف إنه نمر على كم سؤال. طبعا عندي أسئلة كثيرة محاطة بالأستاذ، ما حنمر، مش هنخلصهم كلهم، يعني حنسجل إحنا هلأ نشوف إنه بس تتعب شوي، بجوز نعمل ساعة ساعة ونص مو أكثر. أو أخونا إسماعيل زي بإنه إحنا خلص، إحنا هلأ يعني اكتفينا، مكتفي بنكمل بعدين ما في مشكلة. الهدف انه انتم تشاركوا. يعني انا مثلا هيك ما بدي تستحوا، يعني ما حنا عم سجل اسماء، ما عم بعمل شيء، ماني هدف انه مش موضوع يعني اخوي، الموضوع بسيط يعني عفوي جدا. تقروا انتم السؤال بالانجليزي طبعا، بساعد اذا في اشكاليه او حرج ببعض النطق بعض الكلمات. وبحط يعني التشخيص، بحط الأسئلة وشوف شو الجواب اللي عم بيقرأ، وبنيجي ورا كل جواب ليش هذا صح ليش هذا خطأ، وبنعطي بعد كل سؤال يعني نقاش علمي تعليمي، بعض الصور، بعض ليش احنا جاوبنا هذا مو هذا الجواب. ومنه نتعلم بقى شوي شوي المقاربة السريرية. فعندكم أي سؤال نبدأ يا جماعة الخير؟ أظن العدد ما شاء الله بآخر الثلاثينات عدد جيد، يعني مرتب أقول يعني هو قد كنتم معلومة متذكرينها بالخامسة مو متذكرينها. أنا بس عم حاول يعني أشوف شو نقاط الضعف، شو الأمور اللي رح نركز عليها، حتى الحمد لله ساعتنا بأول السنة يعني، فما يعني لسه على أول فصل بالأحرى، فعنا وقت منيح نستدرك بعض الأمور. يعطيك المهم العافية حكيم. الله، حكيم راح تتناول بس الأزياد الكلوية الحادة، ولا بشكل عام راح تكون عن المادة ككل الأسئلة؟ يعني بشكل عام صراحة، بشكل عام هي الأزياء الكلوية حادة، لأنه أنا ليش بعتها المحاضرتين؟ لأنه إذا بتلاحظوا بس الأزياء الكلوية حادة هي عبارة عن مقاربات، عبارة عن تشخيصات تفريقية. إذا أنت مثلا إذا بتشوف أزياء الكلوية حادة حيكون فيها أزيات شوارد، حيكون فيها أزيات الكبيبات، حيكون فيها اضطرابات حجمية، هي يعني عبارة عن كل شيء بتغطي كل مادة، بس إنه جمعتها أنت بمحاضرة حادة ومزمنة. تمام؟ فأي لا مو شرط، يعني أنا مثلا حتشوفوا أسئلة اضطرابات صوديوم، وبرد بقول مو شرط أنتم تكونوا متذكرين المعلومة. أنا هدفي من هالسلايدات هي إنه أنتم تتذكروا بعض المعلومات وترجعوا على المحاضرات، وأنا أصير أبعث لكم إياها. يعني مثل أنتم تحاولوا عم بتفيقوا عنكم المعلومات الموجودة بالسنة الخامسة أخذتوها وتستدركوها، يعني وانا اناقشكم ببعض المعلومات تكون فهمينا غلط او منسيانين انا بذكركم فيها. ايه فمش رد بالحاده، لا مش رد بالحاده، هيك انا بقول يعني اهلا وسهلا بالجميع يعني. بس اللي مو دارس الماده بنوب يعني قد يعني بس قد مثلا يقول لك والله مو اخذ قبل، قد يتلبك شوي او بس فنبداها. بس انتم على اساس انتم اخذين الماده يعني بالخامسه، فحتى اللي نسيانين حتتذكروا ما في مشكله. فجاوبتك اخي إيه تمام حكيم، إن شاء الله على خير، الله يعطيك العافية. اخر. هلا اللي انا يعني ايش عم بقول، ان طلبت من اسماعيل انه يعني يكون هو المنسق، اذا حدا رفع ايده، في احيانا يكون في رفع ايد بالزوم انا ما انتبهت له، خبروني انا بوقف وبجاوب. يعني هو اصلا هي النقاش لكم مو محاضرة هي، ف ما تستوحوا من الموضوع ان شاء الله. طيب هلا انا حالا وقت الاخر راح اشوف الشات، مو متاح رفع الايد، وما بعرف اذا اخونا اسماعيل في هيك في خيال انه راح يقدر يرفع ايده. ايوه مشي حال. طيب ما شاء الله ممتاز. طيب يا جماعة الخير نعمل شير. لا نعم.
عم يروح الشير تبع ال راح ال... راح الشير تبع ال... اي حكي انت السكرين. عنه راح الشير دقيقة لحظة ايه راح الشير. لحظة لحظة تمام دقيقة خذ راحتك. مشي الحال لازم فكر بس ارجع اعمل ايوه شيء ذكرنا والله. طيب عذر بس طيب يا جماعة، هلا مين الفدائي اللي بده يبدأ بالسؤال؟ لك يعني احنا ما بدي اقيم حدا هون، احنا هون عم نتسلى، ف تجربة جديدة ان شاء الله بتنبسطوا عليها. فمين بده يبدأ يقرأ معي السؤال؟ ومو انا ما طالب ان تعرف الجواب الصح، عم نتسلى يعني. ف من لها؟ معاذ. معاذ انت لها، انت لها نعم فائدة. طيب نعم يلا بسم الله. طيب حجي ما تاكل هم لا اللهجة لا الاكسنت لا شيء، خذ راحتك معلم. يعني كلاتنا هون الحمد لله عرب يعني سوريين، اللغة هي لغة ثانية، بس انا بدي اياكم عشان المستقبل بدكم تقروا مرجع او شيء، تكون المادة الطبية المصطلحات بس الطبية يعني مفهوم. ما فهمت شيء انت عم تقول، او فهمت شيء ما فهمت اللي اشرح لي اياها. تمام بشرح لك تمام اياها. حكي طيب يلا بسم الله، قول لي اذا حدا مو واضح عنده الصوت يخبرنا. تفضل تفضل اخي معاذ. رجل 65 عام راجع العيادة بقصة مرضية منذ شهرين بألم أسفل الظهر. تمام هناك كان سوء الألم يسوء بالحركة but it does not radiate. ما فهمت هاي الصراحة. ايه، رادياته ما بينتقل لاي مكان يعني، بس موجوده تمام هنا. تمام موضع الألم موضع. هو يشكو من ألم موضع وفقدان وزن حوالي 4.5 كيلوغرام. لديه التهاب أوستيو أرتر التهاب مفاصل أوستيو تمام. تنكسي ولديه داء القلس المعدي المريئي. ممتاز. بيتناول أدوية إيبوبروفين وليس لديه ألم. حلو. ولديه كمان بالسوابق الدوائية أمبرازول يعني بي بي آي. تمام. بالفحص السريري علامات الحيوية والعلامات العصبية كانت طبيعية. بالألترا ساوند أيضا نورمال. حجم الكلية حجم الكلاوي متضخم شوية. حلو. ما في نو هيدرو ما في استسقاء. ما في استسقاء كلاوي يعني تضخم في الحجم بدون استسقاء. تمام. وقال لك شو الخطوة التالية. هلا انت شوف حجي، اللهم صل محمد. طيب ممتاز ما شاء الله، ترجمة مباشرة يعني. انا ما يعني تحكي ما شاء الله، عم تحكي بالعربي الله يرضى عليك. طيب التحاليل، خضاب الدم 9.2 يعني عالي، ولا شو رأيك فيه اخي لا معاذ؟ منخفض حكي منخفض منخفض شوي. تمام. كرياتينين 3 شو رأيك فيه؟ يعني اذا ما بتعرف كمان لك مرتفع. لا مرتفع مرتفع طبيعي. مرتفع كرياتين تقريبا لل1.1 او لل1.30 نعتبره طبيعي ممتاز، عند الذكور. هذا عند الرجال ممتاز. هلا ممكن اليوم بهالعمر تفضل اخي. نعتبره لل1.5 او 1.7 يعني كونه الوظيفة الكلوية بتتراجع يعني. صحيح 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 ممتاز. يعني طبعا في احيانا بيكون في مثل ما حكيت في معايير اخرى العلاقه بالكتله العضليه والامور هي، مثلا احيانا بيكون واحد 65 سنه. تمام هلا هذا ما بعرف شو وزنه هون، بس اذا كان يعني قطعته صغيره وزنه صغير قد يكون عالي، بس كلام 100%. طيب كرياتين مرتفع، اليورين اناليسيس فحص البول يعني في شويه بروتين تريس بروتين، بس ما في دم وما في كريات حمر ما في كريات بيض وما في التهاب. طيب هلا البروتين كرياتينين ريشيو تمام، هذا تماما هذا طيب. احنا بس عم نراجع معلومات يعني، ما انه عم بمتحنك. هل متذكر فحص البروتين شو الطبيعي، او مثلا شو الحد الاعلى من الطبيعي اذا متذكر؟ نسبة البروتين للكرياتين
اي هلا نسبه البروتين في عدو نفسه، فيك تقول مثلا نسبه البروتين بال 24 ساعه، يعني تقريبا متشابهين. اي شو اللي الحد تمام. اعلى من الطبيعي؟ هلا اقل من المفروض البيل البروتيني اقل من 30 ملي جرام تكون باليوم، بين ال 30 وال 300 بنعتبرها بيلي بروتيني خفيفه، او بال 300 بال 300 ملي جرام لل 3 جرام بنعتبرها هون بيلي متوسطه، اكثر من 3 جرام بنعتبرها بيلي بروتيني شديده. وحش خلص ما بضيف يعني. طيب ممتاز. طيب 2.5 يعني هي بيئة بروتينية عالية، بنسميها احنا بنسميها ماكرو ألبومينوريا. بس مثل ما حكيت هي بتكون غير نفروزية، نون نفروتك، بس نعم 2.5 جرام يعني او 2500 يعتبر عالي. احسنت، نعم ممتاز، برضو عليك. طيب هذا لخص لك الموضوع. تعرف واحد شلون يعني بيجيب الاسئله؟ طبعا هي اسئله ما تجيكم على الامتحان بهالطول هذا، لا ترتعبوا، قصدي هذا بس اسئله نقاشيه، تمام؟ حتى ما تفكروا والله انه هيك ما بتخلصوا بحياتكم. بيكون اقصر بكثير وبيكون اكثر مباشره، بس هي لحتى تسترجع معلومات. عم نحكي مريض عمره 65 سنه، عنده وجع ظهر اسفل الظهر، عنده شوي نقص في الوزن، ما في شيء ثاني اخر غير انه الكليه شوي كبيره، وعنده بيله بروتينيه وما عنده دم بالبول. هي اختصارها كلياتها. وقف الايبوبروفين، تمام؟ نعم. وشو الخطوه؟ ماشي، هل الخطوه القادمه؟ هل انت بس يعني احنا ربطوا، حاول نربط الشباب مع بعض. عمره 70 65، وجع ظهر، عنده بيلا بروتيني، عنده شويه فقر دم، والاكو تبعه الكليه يعني طبيعي لشوي ارتفاع. هلا قالوا شو الخطوات بقى؟ يعني نختار واحده منهم. هلا اخونا معاذ، يا اما بنوقف الاميبرازول وبنعمل فحص 24 ساعة، تمام، تبع البروتين اللي هو يعني شوي يعني في نقول احنا اكثر نوعية احيانا من فحص العينة، او بنعمل طبقي محوري. طبعا عملنا احنا ايكو، هتنسوا، وما كان في شيء، بس انه شوي كل يوم شوي حجمه عالي، او بنعمل فحص ترحال البروتين تبع اللي هو. فنحن هلا قبل ما نجاوب الاجوبه هي، حبيبنا معاذ، شو لمنا شو بنعمل احنا البروتين الكتروفيروسيس؟ حكيم حكيم، هلا ما فهمت السؤال، انه بعطيه خيار من الخيارات الا شلون؟ ايه، واحد من الخيارات هو الانسب شيء، يعني هو ذا نكست موست ابروبريت ستيب، انسب شيء بنعمله كاول خطوه. تمام. هلا يا حكيم في عندي خيارين، محتار نعم، بيناتهم الصراحة. هلا بس ممتاز، انا توجهت للاورام بشكل عام، يعني لان السبب ولو انه ممكن يعني ما نحط الأورام بالدرجة الأولى، بس العمر مع التظاهرات الهيكلية العظمية بالإضافة للقصور الكلوي بوجهنا لواحد من الثنتين، إما ورم إم دخلنا في قصور كلوي، وبالتالي نحن بنبحث عن بروتين بيل جونسون في البول، وبالتالي بنعمل رحلان البول لأنه ما بيظهر بالتحليل البول الطبيعي، أو نحن بنعمل سي تي لنختبر إذا في مثلا هشاشة عظمية بالفقرات القطنية، أو إذا في انهدام عظمي، وبالمقابل كمان هون بنشوف تضخم الكلى او اذا فيهن يعني ارتشاحات او هيك امور، لانه الار سي سي السرطان الكلوي بيعمل انتقالات عظميه بالدرجه الاولى يعني، فممكن طيب. يكون كمان سرطان كلوي عمل انتقالات عظميه، او ام دخلنا في قصور كلوي. ممتاز. أنا أول شيء في نقطة مهمة، طبعا أختنا الدكتورة بشرى كمان جاوبت، الله يعطيها العافية، يرضى عليها. في شغلتين، أنت أول شيء عملت مقارنة ممتازة، عشان شاب نعلم هالشيء. أنت نفيت جوابين واخترت باثنين، هذا أحسن طريقة لواحد يجاوب أسئلة اختلاف عدد الخيارات. ننفي نحتار باثنين. هلا مقارنتك ممتازه، انت شكيت بورم والام عظميه، مثل ما حكيت نقص وزن، بيلا بروتينيه، تمام، نعم وفقر دم. ممتاز، صح. جوابك هو الرابع، هو مثل ما حكيت كمان دكتوره بشرى، موضوع الاكتروفوريسيس. هلا ليش لما حكينا سي تي سكان؟ ليش؟ هلا شوفوا هيك اسئله احيانا الواحد قد لخبط في انه قد يكون واحد لك انه والله ليش مو رقم اثنين وثلاث؟ حنشرح فيها. هلا وانا هون حطيت الشرح، ما تقول وانا احكيها بالعربي على السريع. هلا مثل ما حكينا، ليش احنا شكينا بالورم النقل المتعدد؟ فاحسن طريقه فحص الترحال، تمام؟ هذا. نعم هلا في نقطه مهمه، ليش دائما مثلا بطلق في ناس احنا بيعملوا فحص الالبومين على الكرياتين، انا دائما بحب فحص البروتين على الكرياتين. ليش بقى؟ لهالحاله هي، لانه هون اذا بتشوفوا على السلايد تريس بروتين، هلا فحص الالبومين اذا عملته راح يطلع
سلبي، لانه احنا ما عندنا مشكله بالالبومين طرحوا، عن مشكله بالبنز جونز مثل ما حكيت. فانا بحب انا اعمل البروتين، لانه البروتين بين معي علاقه بالبول، اما الالبومين اذا كان مرة نقي ما حيبين معي. فهي نقطه مهمه جدا. شيك احنا اذا بتعمل يورين ديب حيطلع سلبي، انا اذا بتشوف هون الفحص اذا يورين ديب كان هون سلبي، فبس البروتين كان ايجابي. فهون نقطه. هلا موضوع فاجئك، احنا احسن طريقه هي احنا نعمل فحص الترحال. هلا نعم. الاوميبرازول ما دخل، الاوميبرازول شو بيعمل؟ بيعمل اذيه خلاليه حاده، او احيانا بيعمل اذيه يعني خلاليه حاده، بيكون غالبا في التهاب في كريات بيض، في احيانا حميضات، ما بيعمل هالتظاهر، فما في داعي. فحص 24 ساعه هو خيار منيح، بس احنا يعني هو خيار متى احنا بنعمل شغله استقصائيه اكثر دقه، بس احنا بهمنا طب شو التشخيص؟ احنا بنعرف في 2.5 جرام، فريت اذا والله كان فرق 3 جرام ما كثير فرقت، فاحنا بدنا الشيء المناسب الاكثر. طيب الطبقي المحوري كلامك صح، احنا بيعمل بيقول لك فرجيك الاشكاليات العظميه صح، بس احنا هلا يعني احنا ما بيكون نوعي، احنا البون سكان هو نوعي اكثر بهالحاله هي، تمام؟ فمو كثير نوعي، خصوصا احنا عرفنا انه الالتراساوند ما اعطانا شيء واضح انه في اشكاليه، وما اعطانا يعني اذا كان بين اقل ورم بالفحص الالتراساوند ما بين. هلا اكيد طبقي محوري احسن، بس الامر الاهم ما بين معنا، خصوصا احنا مثلا بالشمال قد يكون احنا ما عندنا امكانيه نعمل طبقي محوري لواحد بده يدفع مصاري، فاحنا عملنا التراساوند وما بين معنا شيء. هون بقى خلص كشكل اولي يعني نفينا الامور الكبيره اللي قد تظهر على الالتراساوند، تمام؟ هاي النقطه حاكين المهمه. كمان شغلة تانية، ممكن انه مثلا الار سي سي، يعني لو احنا شاكين بار سي سي فبيعملنا مثلا تظاهرات تانية بيلي دموية، وهذا الشيء ما لقيناه 100% مخبريا، فنحن 100% توجهنا للام ام اكثر. يعني ممتاز، بيعمل على الاقل مايكروسكوبيك هيماتوريوميا او هالامور هي. بعدين هلا طبعا الحياه الطبيعيه ما بتكون هيك، يعني ياما بيجيني مرضى شخص عندهم سرطان كليه بدون يكون عندهم سوابق تدخين، بس احيانا نحن نتوجه احيانا القصه العائليه، قد يكون والله مريض عم يدخن ومعه دم بالبول، فبنشك به للار سي سي مثل ما حكيت. فكلام دكتور ابو بشر اخونا معاذ ما شاء الله. اعطي شوي ثواني شوي ثواني ثواني تاخذونها اخونا ايه معاذ، ما شاء الله جواب ممتاز ما شاء الله. انا هذا بدي يعني ما شاء الله المقاربه ممتازه، 10 على 10، الله يعطيكم العافيه. هلا هي انا بس هيك حطيت صوره يعني ما تحفظوا، بس عم نحكي هذا مالتو مايلوما شلون بيتظاهر، ظاهر عده طرق. هلا اما احيانا يا بيعمل بيه نفروزيه يعني او تحت نفروزيه، فلما تفكروا فيها بشكل منطقي، انت بس احنا عندنا بيه نفروزيه او مثلا بروتين فوق الاثنين، وغالبا عم بصيب الكوبيبه نفسها، فحانا بصيب الكوبيبه بيعمل شيء اسمه جلومير مانيفستيشن، اصابات كوبيبيه، بصير في عندنا يعني ديبوزيتس ترسبات، وبيعمل شيء اسمه يعني احيانا ورم الاميلويدوسيس اميلويدومي، يعني بصير اي ال اميلويدوسيس اللي هو على الطرف اليسار، غالبا بيكون فوق 2 جرام، وهذا انذاره سيء طبعا. واحيانا بيصيب هو 3 مناطق يا هلا الميتنج اذا خلص 10 دقائق نرجع نبعث لينك ثاني اخي اسماعي، ولا شو عم بقول الميتنج ولا حكينا ما فينش في داعي، هلا الميتنج؟ مجرد ما نطلع نحن بنرجع ندخل على نفس الرابط مباشرة، بيرجع بيدخل معنا خلاص ونص ماشي، اذا ساعة ذاك يعني. بنرجع. طيب اتكلنا على الله. طيب فيا اما بصيب الكوبيبه بصير بقى بروتين عالي جدا، او بصيب عندنا البروكسيمال تيوبلز اللي هو النوبيبات القريبه، بصير اسمه بروكسيمال تيوبلوباثي، وهذا بده ساعتها اعطاء سوائل وريديه حتى يعني نفرغ هالديبوزيتس هدول، هذا يعني انذار احسن من غيره. في عندنا شيء اسمه كاست نفروباثي كمان، اللي هو بيصير انسداد باللبوبات لمعة الهنة يعني، فحسب وين بيصير ترسب، احيانا بيصيروا 3 مع بعضهم، بس الاميلويدوسز اللي بيصيب اللبوبات انذاره سيء وبيكون اكثر اقل شيوعا، يعني غالبا احنا بنشوف اكثر هو اللايت شين ديبوزيت ديزيز، وبنشوف شيء اسمه كاست تيبولوباثي. طيب هلا اذا قطع نرجع مثل ما حكوا الشباب، مثل ما حكى اخونا اسماعيل بن، اللهم صل محمد بن، ثواني بنرجع. اي طيب حاجة بس بده 10 دقائق على كل حال، ما في مشكلة. طيب طيب ما مشكلة بسم الله. طيب مين احسن شوي، مين بده يشاركنا، مين بده على المسج بده يبدأ السؤال الثاني؟
لا حدا يستحي حتى ما يعني ما 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 هلا طيب بصير عشاش. طيب اذا اخذت معلش اذا اخذت طيب اللهم صل على محمد، خلينا نفكر بس شنو تصير عشاش. طيب ماشي 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 طيب خلاص ماشي. طيب خلينا نرجع، ليش ما طلبنا كلس؟ هلا صحيح الكلس احيانا بيكون مرتفع احيانا بيكون مرتفع. جواب ممتاز اخي عبد الرحمن، هو الكلس ما اعرف ما حطوه بالسؤال، ما نحط بالسؤال بس هو اي صح، هو غالبا احنا رينا البانل بيكون احيانا بيكون غالبا مطلوب الكلس، احيانا بيكون الكلس مرتفع احيانا ما بيكون مرتفع، بس صح المطلوب هو بيترافق احيانا زي ازيكولو بحاده دفاع كلس ونقص وفقر دم، احيانا واحده منهم احيانا بس واحده منهم او اثنين منهم. الجواب ممتاز. طيب بالنسبه لاسيا، طيب كونك انت يعني عندك ضوضاء انا حقرا السؤال لك تمام، وانت على الشات بتقولي لي شو جواب بتحبي، مناسب هيك؟ ما نظلم حدا لانه يعني اذا في ضوضاء موضوع ما بتحكمي فيه، بناسبك الموضوع؟ طيب تمام هبدا السؤال. طيب بسم الله هبدا بالانجليزي. A 45 year old man is evaluated for one episode of macroscopic hematuria. 45 تمام بيرد ممتاز. He currently does not see blood in the urine. ما بشوف دم بالبول تمام. He reports no flank pain. تمام flank pain شو الفلانك بين؟ خد اسال اللي هو اللي مش بالخاصره، ما عنده وجع بس عنده دم مايكروسكوبيك يعني عم بيشوفه قدامه، مايكرو يعني ما عم بيشوفه تحت المجهر تمام. النو اسوشيتد تراما، ما كان في يعني تراما اللي هي يعني ما كان في اذيه. شو التراما؟ تراما اللي هي حادث او شيء او ضرب يعني ايه. Or exertion تمام ما في رد احسنت. He's non-smoker ما بيدخن. Takes no medications. Physical exam and vitals signs are normal تمام. هلا نحكي اللاب laboratory studies show a normal serum creatinine level يعني كرياتينين طبيعي. Urine analysis 1 plus blood no protein تمام. And 10 to 15 isomorphic. طيب اخذت آسف شو يعني isomorphic؟ إذا بتعرفين إذا هذا بهمنا بالسؤال. 10 to 15 isomorphic erythrocytes. نستنى الجواب منه. And 0 to 2 leukocytes. And no nitrates, no leukocytes. طب شو يعني iso؟ iso يعني متساوي أو يعني متناسق. فايزومورفيك يعني حجم الكريات الحمر او شكلها متشابه متناسق طبيعي تمام كله صح. يعني ما في عنا خلايا حمراء شوكية يسموها او تكون مبعقرة هيك اطرافها يعني تمام او مشوهة تمام. هذيك اكانثوسايتس، اما هاي ايزومورفيك فهذا موضوع مهم حتعرفوا ليش. طيب The contrast enhanced CT urogram اللي هو الطبق المحوري اللي جاي معه مع المادة الضليلة shows no kidney stones no mass no cysts. يعني نحن عملنا طبقي محوري وما في شيء بالكلية وعملنا فحص بول والمريض عمره 54 سنة وما بيدخن وظائفه طبيعية. هلأ نبدأ نرجع نحن عند أختنا آسيا. طيب شو الخطوة التالية المناسبة؟ عنا سيستاسكوبي بس شوي دكتور لأنه في أزيكا. طيب خير حنجاوب أخت عائشة أحسنتي حنجاوب كلام صحيح الكلام صح نرجع عليه بس كلام مهم مية صح. السيستاسكوبي عنا تنظير المثانة كيدني بايوبسي اللي هو خزعة كيدني اند رينال فين دوبلر اللي هو الدوبلر تبع وعندنا يورين سايتولوجي اللي هو بناخذ احنا العينة البول وبنفحص فيها الخلايا الورمية. طيب هذا هو السؤال انه شو الخطوة المناسبة اللاحقة؟ اذا بعد اذنكم ما تجاوب خلينا بس اخذ اسيا تجاوب وبعدين بنشوف الباقي. شو رأيك اخت اسيا شو الخطوة المناسبة الانسب التالية؟ The next most appropriate step. اذا نرجع على السؤال، مريض 45 سنة عم يدخن ما عنده أمر أعراض بس شاف دم بالبول تبعه
وشاف خلايا حفريات حمر بس غير مشوهة، وعمل طبقي محوري وما في عندنا إشكال. فنحن يا أما بنعمل تنظيم مثاني أو خزع الكلية. طيب إذا بتحب، طيب خلينا نرجع، لحنا خلينا نرجع واحدة واحدة عشان نفهم. طيب هلأ أخت آسيا، الدوبلر، ليش نعمل دوبلر؟ شو اللي ليش بنعمل دوبلر نشك فيه؟ ليش أنت فكرتي فيها؟ يعني إحنا أنت بنعمل دوبلر للكلية بهالحالة هي، حتى نفكر ليش نعمله أصلاً. يعني طبعا انا بساعدك، تمام. يعني اذا في خسره بالشريان، تمام. هلا خسره الشريان، احسنتي، خسره الشريان الكلوي يكون غالبا في معه وجع، بيكون في وجع وفي دم، وجع ودم، انه احنا في عنا اقفال، حاله اقفاليه. التضيق صحيح، بس بيكون شو معه ساعتها، بيجي بحالات اللي هو ارتفاع الضغط الشرياني، بس المريضه عمرها صغيره عندها هذا التنسج، سوء التنسج الوعائي الكلوي، يكون ارتفاع ضغط. فيا هي احسنتي، احسنت اخونا مع اختنا عائشه واخونا محمد. فهنا حاله لا عندنا ارتفاع ضغط وما عندنا الم، فخلينا نحطها على جنب، تمام. اخت اسماء، فخلينا نحطها على جنب. اسيا هلا في عندنا، نفينا هذا، اتفقنا. في عندنا يا تمام، في عندنا يا تنظير مثاني يا خزعة يا سيتولوجي. هلا أخت آسيا، هل في راح خبصنا، هل في داعي لخزعة كلية؟ نحن حكينا إنه في دم بالبول، بس عندنا شكل الكرية الحمراء جيد، يعني أو متناظر أو غير مشوه، تمام. كله عم يجاوب، أحسن، تمام، ممتاز، شكله طبيعي، فما في داعي خزعة، خزعة مستطب بيكون خير غير مشوه. أحسنتم، ممتاز. طيب هلا هون بقى بيجي بقى السؤال، انه طيب احنا شو بيعرفنا، وين مين بيطلع على 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 شكل الكرية الحمراء؟ اللي بيطلع عليها هي شغلتها سهلة على فكرة، بياخذوا المقيم، او المقيم في يعملها اذا تدرب، مقيم او دكتور الداخلية او اختصاصي كلي، بياخذ البول وبيعمل تثفيل تحت المجهر بيطلع عليها. وإذا شفنا كريات حمر مثل ميكي ماوس هيك دائرة طالع منه دائرتين صغار، هذول غالبا اكانثوسايتوزس، ساعتها بنفكر بالخزعة. فتنظير المثاني هو الصح. هلا أحسنتي أخت آسيا، صحيح تنظير المثاني شو نعمل احنا قياس الضغط هذا، بس هيك بيكون قسطرة، مثل قسطرة فولي معينة بتقيس الضغط، بس هو استطباب الأشياء على تنظير المثاني هو رح نشوف شو في جواته. هداك لقياس الضغط داخل البطن، هداك بيكون له مثل يعني صمام من برا، ما في كاميرا، هذا مثل قسطرة بول معينة إلى صمام من برا بتقيس الضغط في حال ارتفاع الضغط، مثل في حبل أو بعد عملية جراحية بطنية وصنع.